ابشر يا ابو عمر، انت تكلمت يا ابو عمر وذكرت الاخوين، قصه الاخوين نسال الله ان يرحمهم ويجعلهم ان شاء الله قادمين على خير. امين يا رب. ويلطف بالحيين ويؤلف بين قلوبهم. امين. فالاخوان انا اشوف انهم خط احمر. يجب ان لا تسمع باخوك ولا تسمع باختك. لا تسمع القيل مهما كان. ولا تصدق ما يقال عنهم. وإذا حصل بينك وبين أخوك مشكلة لا تستشير أي شخص، اذهب إلى العقلاء، لأنك ستذهب إلى شخص قد يزيد الطين بلة، قد ينفرك من أخوك، وقد يضع أشياء ما هي فيه. ولا تسمع كلام القريب والبعيد عنهم، وإن كنت مختلف أنت وياه على أمور دنيا، يا أخي قل يا وأنا أخوك الدنيا كلها والله ما تحمل فرقة ولا تحمل أن نختلف. ناقصك متر ولا طعمين في متر، خذ مترين خذ ثلاثة، ألف خذ ألفين ثلاثة، ولا تفترقون. فالأخوان يا أخوان خط أحمر، والأخوات كذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا ويألف بين قلوبنا وقلوبهم والمسلمين أجمعين. وذكرت لي قصيدة بالنسبة للأخ، أن لا تترك أخوك مهما كان، مهما كان سيء لا تترك، خليك معه إلى أن يهدي الله سبحانه وتعالى. فنقول أخوك لا تقفل البيبان من دونه، دونه مهما بلغ في حماقات تحملها، تحملها، اصبر على زلته لو جاك في شونه، شونه، وإن جاك عوجة كما الباكور عدلها، عدلها، لا تتركه لو تشوف البغض بعيونه، خذ في يمينه ونفسك لا تنزلها، لا تستمع في الكلام اللي يقولونه، سكر سموعك عن النمة وناقلها، خلك ورا أخوك بالهقوة ومن دونه، وكل الملفات رتبها وقفلها، وإن كان مديون غلق باقي ديونه، قل له وأنا أخوك كل ديونك ازهلها، وإن كان محتاج معونك بمعونه، من ذاب هذا إلين الله يسهلها، واحذر يدور من أقصى بدته عونه، واحذر يدور من أقصى بدته عونه، يلحق شرها كبر سنجار تحملها، واختك ولو هي بعرف الناس دندونه، بنت المشاتيل ما تشكي مقاتلها، إن كانها طيبة في البيت مصيونة، الحمد للي مزينها وكافلها، وإن كانها حال تنقشرة ومغبونة، ادخل بحكمة رجال وحل مشكلها، حسن التعامل الغل القلب صابونة، يغسل قلوب من سواد الحقد قاتلها. الله وسلامك. الله سعد، الله وجهك، جزاك الله خير، اللهم على هالكلمات اللي من القلب في القلب ان شاء الله. الله كريم.